السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في الفيديو تاع نهار اليوم. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم السلطه تاع الارز ولا الماسيدوان، كل واحد كيفاش يسميها. بريستيج توالم العرضات الضيوف في المائده الرمضانيه، ان شاء الله تعجبكم وتجربوها وتنجحوا فيها. غادي نعطيكم السر تاعها بهالجي بنينه. شوفوا هنا الشكل تاعها جا اكثر من رائع، وكنا درناها ببديل الكاكاو ولا مسحوق الخروب. اول حاجه نبدا بها هنايا في كسرونه، حطيت كميه تاع الماء، زدت شويه تاع الملح باه الرز تاعنا ما يجيناش صامط، ونديرو مغرف كبيره تاع الزيت. الزيت هنا الدور تاعو يخلينا الرز تاعنا مفركت ما يجيناش متلاصق من بعد كي طيب لنا. كما تعرفوا الرز فيه كميه كبيره تاع النشا. نخلي هنا الماء حتى يوصل درجه الغليان. من جهه واحده اخرى في كسرونه درت حبه تاع بطاطا صغيره قطعتها مكعبات، حبه تاع زروديه مكعبات، وكميه تاع الجلبان. ولا ديروا الجلبان وديروا اللوبيا خضراء، كل واحد شي يبغي يدير في الماسيدوان تاعها، تبقى لكم على حسب الرغبه تاعكم وانتم ما شتبغوا. انا نبغي ندير فيها الخضره هذه، ودرت هنايا 3 حبات تاع البيض درتهم يغلو، نخليهم حتى يطيبوا تماما. هنا بعد ما يغلي لي الماء نحط زوج كيسان تاع الرز. هنا الرز استعملت الرز العادي، ما غسلته ما والو، الرز عادي مباشره. غادي ندير زوج كيسان ونخليهم حتى يطيبوا، ما غاديش يطيب 100%، يطيب لنا كشغل يطيب بصح ماشي هذاك اللي يتعجن. بهما من بعد كي نبداو نزيدو في الصوالح ونخلطوا السلطه تاعنا، ما يزيدش هذاك الرز يتعجن يتولي لنا عجينه. هنايا ضفت زوج وريقات تاع الرند ونخلي الرز تاعي يطيب. هنا الرز تاعنا بعد ما طاب كيما راكم تشوفوا، صفيته في الكسكاس وشللته بالماء يكون بارد. شوفوا كيفاش يجيكم مزربع، ما يجي لا متلاصق لا معجن لا والو، نخليه يكتر مليح من هذاك الماء. من جهه اخرى هذاك البيض اللي كنا غليناه رابيته في الجهه الرقيقه، عندي كميه تاع ذره، عندي هذيك الخضره تاني صفيتها وغسلتها بالماء بارد، عندنا 3 علب تاع الطون تاع الزيت، عندنا خيار مخلل قطعته مكعبات ولا دوائر، عندنا الجبن طاري مع عدنوس ملح فلفل اسود خل ابيض، وعندنا الزيت. وهنايا غادي نستعمل بديل الكاكاو ولا مسحوق الخروب الطبيعي 100% بدون اي اضافات، مفيد جدا لاصحاب السكري واصحاب فقر الدم، غني بالالياف والفيتامينات، راه متوفر في تقريبا جميع الولايات خاصه ولايه غليزان، عند اللي يبيعوا لوازم الحلويات واللي يبيعوا التوابل والاعشاب. هنايا في ريسيبي واش غادي ندير؟ غادي ندير هذاك الرز تاعنا اللي كنا صفيناه وغسلناه بالماء بارد مليح مليح، ولازم يكتر. انا خليته تقريبا ساعه وهو يكتر من الماء. من بعد شا غادي نزيد؟ غادي نحط عليه هذاك الذره، البيض غادي نحتاجه. من بعد هنايا درت هذيك الخضره اللي كنت غليتها كما قلت لكم، ديروه شا تبغوا في الماسيدوان تاعكم. زدت هنايا المعدنوس، زدت هنايا الكورنيشون، الفرماج اللي كنت قطعته مكعبات، هذا فرماج تاع الحبه ولا تاع الميزان كما تبغوا، زدت هنايا الطون تاع الزيت، نخلطهم مليح هكا ونخليها على جهه. من جهه اخرى نجي نحضر الصلصه تاعنا، حطيت الخل الابيض اللي هما ربع مغارف، حطيت الملح، حطيت الحرور والزيت 8 مغارف درتهم في الرز. نخلط هنايا مليح هذاك الملح والخل والحرور، ونزيد عليهم زوج مغارف كبار تاع المايونيز. المايونيز كنت خدمتها في الدار، غادي نخلي لكم الروابط تاعها في صندوق الوصف باش تحضروها بطريقه ناجحه وتجيكم الزاكيه على اللي تشروها من برا. هنا نخلط مليح مليح كما راكم تشوفوا هذيك المايونيز مع الخل حتى نتحصل على هذا القوام. المكون السري هو الحليب. هنا تبغوا ديروا الحليب تي سويس، كريم فريش، ياغورت ناتشور، كيما تبغوا نتوما. هنايا درت تقريبا ربع مغارف كبار تاع الحليب يكون بارد، ونخلطهم مليح مع هذيك المايونيز، نتحصلوا على صلصه تكون خفيفه. نحطها على هذاك الرز ونخلط مليح. من بعد ندوق السلطه تاعي، الا كان خاصها الملح نزيد، كان خاصها الحرور، كان خاصها الخل، نتوما على حسب الذوق تاعكم. نخلطها مليح مليح. الدور تاع هذا الحليب اللي درناه غادي تجيكم لاماسيدوان تاعكم تجيكم خفيفه، ما تجيكمش مقهومه بهذيك المايونيز وهذاك الزيت، تجيكم خفيفه، تاكلوا ما تاكلوا منها ما تشبعوهاش. هنا بعد ما خلط نخليها على جهه ونروح ندير المونتاج تاع السلطه تاعنا. نجيب هنايا الطبسي اللي غادي نقدم فيه، حطيت فيه هنا وريقات تاع السلطه اللي كنت غسلتهم، نحطهم بهذه الطريقه. ماذا بكم ديروا السفرين ولا الخضرين كيما تبغوا نتوما. من بعد نجيب السيرسو تاعي، انا السيرسو اللي خدمت فيه خدمت بسيرسو القطر تاعو 20 سنتيمتر، يدي لكم كيما قلت لكم زوج مغارف زوج كيسان تاع الرز عفوا. من بعد هنايا نجي هذيك الرز اللي كنا خلطناه ودرنا له الصوالحه، نقسمه على زوج، نحط القسم الاول
ونضغط عليه بالظهر تاع المغرف. هنا لا قلت لكم ما نخلوش الروس حتى يطيب لنا ويتعجن. من بعد شوفوا كي نبداو نخلطوا هكا فيه وكاع، انا شتها شعال من مره كليتها، يجيك شغل عجينه ما يجيكمش هكا شباب. بصح كي ديروا بهذه الطريقه ميم تطيبوه ولا تخلوه 3 ايام ولا هذيك لا ماسيدون ما يصرى لها والو. من بعد درت الطبقه الاولى، نجيب هذاك الفرماج عفوا البيض اللي كنت غليته ورابيته نحشي به السلطه تاعي هكا، نضغط عليه شويه بيدي باه يلصق لي ويجوني الطبقات كامل متلاصقين. انا سمحوا لي انا نستخدم بيدي بزاف الله غالب. من بعد نعاود نحط القسم الزاوج تاع الرز، نغطي كامل هذاك البيض ونعاود نضغط عليه مره اخرى باه يجيني متماسك. وكي نديمو للمول تاعي تاني تبقى محافظه على الشكل تاعها، لازم تضغطوا. تبغوا في الحواش ديروا بيض مغلي ولا تبقى لكم هنا على حسب الرغبة تاعكم. هنا بعد ما كملت نعاود بالسباتيل هكا نضغط هكا مليح على الحواشي كما قلت لكم باه تبقى محافظة على الشكل تاعها. من بعد هنا يديت كمية تاع المايونيز، تبغوا ديروا المايونيز ولا ديروا جبن ليطالي. وندير طبقة خفيفة للتزيين برك، انا هنا ما بغيتش نكثر المايونيز، بصح الا درتوا الفرماج ديروا شوية بالزيادة يجيكم بنين. درت انا المايونيز بهذه الطريقة ونمشي كامل المايونيز على الوجه باه نغطي كامل هذاك الرز. وباه كي ندير ديكوراسيون تاعي تجيني تاني شابه، ما تكونش طبقه خفيفه بزاف ما تكونش خشينه بزاف. شوفوا هنايا نخلط مليح نسويها مليح. من بعد هنا ديت زوج مغارف تاع المايونيز، زدت لهم شويه تاع الخل الابيض، لازم الخل الابيض باه يبقى محافظ على اللون تاعها. وندي هنايا بديل الكاكاو ولا مسحوق الخروب الطبيعي 100%. انا هنا غادي ندير المغرف ونشوف هنايا على حسب اللون اللي تحصلوا عليه. انا باغيه نتحصل على اللون بني كشغل فونسي باه يجيني باين ويكسر لي هذيك لا كولور. هنايا درت زوج مغارف كما راكم تشوفوا، شوفوا القاوم اللي تحصلنا عليه هنايا راهي شويه ثقيله. زدت لها انايا تقريبا زوج مغارف كبار تاع خل ابيض ونخلطها مليح باه تجيني خفيفه ومام تتمشى لي في لابوش كي نجي نديكوري بها. من بعد هنا درت هذيك المايونيز تاعي في لابوش ونشكل هكا خطوط كما راكم تشوفوا. وبالكيردون ندير هذا التزيين شغل تاع الميلفي. هذه الطريقه موالفين نديروها بالكاتشب، بصح انا ما تعجبنيش بالكاتشب، جاتني الفكره باه نديرها بهذه الطريقه وجات بنينه صدقوني. هنايا غادي ندير السلطه تاعي نحطها كي نديمو ليها بهذه الطريقه ينقلع لكم المول بسهوله، نديرها في الفريجيدير. هنا نجول التزيين، هنا ديت الفرماج تاع الابيض تاع الميزان قطعته شرائح رقيقه كما راكم تشوفوا. ديت هنايا طابع تاع ورده ولا اي طابع تبغوه نتوما، ممكن نجمه قلب نتوما اش تبغوا. نحط السلطه تاعي ونثبت هذوك الوريدات تاع الفرماج هكا على الحواف تاع لاطارت تاعنا. شوفوا هنا هاد لي شي تاع الفرماج اللي بقاو لكم عاودوا لموهم غير تما، سقموهم وعاودوا طبعوا بهم ورده باه تقتصدوا شويه. نحطهم بهذه الطريقه كامل ونعاود. شوفوا هنا كيفاش جاتنا. بعد هنا يديت الفرماج هذا تاع الساندويتشات درتهم في الكونجيلاتير باه يساعدني في الخدمه وما يغلبنيش، ودرت ورود صغيره بهذا الطابع ونحطها فوق الورود تاع الفرماج الابيض. تبغوا ديروا الباتي، تبغوا ديروا الكاشير، تبغوا ديروا كيما تبغوا نتوما ديروا. انا عطيتكم الفكره والتغيير وديروا اللمسه تاعكم تبقى ليكم نتوما. هنا نحط هذوك الوريدات الصغار تاع الفرماج، هذيك المايونيز اللي كنا زدنا لها بديل الكاكاو نحطها في لابوش وندير نقيطات هكا في الفرماج باه نكسر هذيك لا كولور. ومن بعد هنايا راهي واجده السلطه تاعنا تقريبا. ديت هنايا طوماطيس، هنا سمحوا لي الفيديو نحذف لي، ديت حبه تاع طوماطيس ما تكونش طايبه تكون شويه مزيره، وقطعت قشرت القشره تاعها كيما نقطعوا البطاطا. وشوفوا هنايا لفوها كشغل ورده بهذه الطريقه، هنا تكسرت لي بصح عادي تبغوا هنايا لما ساعدتكمش تشدوها بليكيردون. من بعد هنا ديت وريقه تاع المعدنوس اللي كنت غسلتهم، حطيت هنايا هذيك المعدنوس، زدت هذيك القشره تاع الطوماطيس اللي درناها كل لاغوز ونحطها. انا هنا بغيت نديرها هكا على الجنب، تبغوا ديروها في الوسط ديروها في الوسط. من بعد هنايا في الوسط غادي ندير حبه تاع الزيتون
والسلطه تاعي راهي واجده كما راكم تشوفوا. هنا من بعد ديت هاد لي كوردون هادو ولا اي كوردون يكونوا عندكم، ديت هنا الكاشير قطعته مكعبات، هنايا عندي زيتون كحل، وعندي هنايا الكورنيشون غادي ندير هكا دي كيردون غادي نزين بهم السلطه تاعي. هذا مكان السلطه هذيك تاع الورش اللي كنا درناها، من بعد عند التقديم نرشها بشويه تاع لافينيغريت اللي غادي نخلي لكم الرابط تاعها ثاني في صندوق الوصف كيفاش حضرتها، وتسقوا السلطه تاعكم. السلطه تاعنا راهي واجده كما راكم تشوفوا، هذا هو الشكل النهائي تاعها. هنايا هذوك لي كيردون تاع الزيتون والكاشير درتهم فوق السلطه كتزين، وعند التقديم رشوا هذيك السلطه الخضراء بشويه تاع لافينيغريت اللي غادي نخلي لكم الرابط تاعها في صندوق الوصف. هذا هو الشكل تاعها كما راكم تشوفوا، سلطه راقيه تحمر الوجه بريستيج. تحضريها للضيوف، تحضريها للمائده الرمضانيه ان شاء الله اللي راه على الابواب. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وصدقوني بنينه شكلا وذوقا. نتمنى منكم تدعموا هذا الفيديو باللايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد، وما تنسوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع الناس اللي تعرفوهم، مع احباباتكم ومع الاصدقاء والعائلة ليستفاد الجميع. نقولكم الى الملتقى ان شاء الله مع وصفة جديدة وفيديو جديد. سلام وتهلاو في رواحكم.